أرمن أيضا واحد من رواد الجودة وعرف الجودة بنفس الأسلوب اللي جبناه وعطت التعريف التالي Quality is customer determinations. إذا الأساس عنده خلينا نعتمده هو عبارة عن مستهدف. Determination based on the customer's actual experience with the product or service. يعني هو من خلال تعامله مع المنتج وكيف هيكون رغبة المستهلك لهذا المنتج من خلال الخبرة. Measured against his or her requirements stated or unstated. يعني بنسميها conformance or non-conformance بالنسبة للبرودكت. Consequence or merely sense. إذا تكون عبارة عن measurable characteristics or sensing only like appearance. Technically operational or entirely subjective. إذا بتكون معتمدة على الشخص نفسه في مؤشرات تقنية ممكن ما تساعد الفيتشر. And always representing a moving target in a competitive market. والأساس عندي إن المنتج دائما بيكون منافس بشكل قوي للمنتجات الأخرى ومتميز من خلال الكاركترستكس اللي موجودة في المنتج. Shift to quality. احنا اليوم تقريبا قلنا ان ما يعرف بالتوب بروسيدرز بالنسبه للكواليتي، لكن ممكن يحصل تطور فيها مستقبلا اكثر من اللي ممكن نشوفه، ولكن كيف بدات الجوده في الاساس؟ تقريبا مع بدايه عصر الصناعه كان الاوبريتر الموجود عن المدينه هو مسؤول عن عمليه الامداد وهو مسؤول عن تقييم الجوده، بعدين اشتندي عند قسم خاص بالجوده في المصنع مع بدايه عصر الصناعه والمرحله الصناعيه. بعدها تطور اصبح صاحب المؤسسه هو اللي يقوم بالاجراءات الفاحصه. وتقريبا في العام 1945 اثناء الحرب العالميه الثانيه بدات التفكير في اجراءات الجوده لتقليل المشاكل والريسك اللي حصلت اثناء الحرب، فبدا التفكير في الجوده بشكل جدي. وبدانا الان مع الجلوبال ايكونومكس اللي هو كومبتيتيف اصبح عندي وايدر تنافس كبير، فبالتالي لا مش مجال الا انه نحقق الجوده بشكل دقيق ويكون عندي اقسام خاصه لدراسه الجوده ومتابعه الجوده. ووصلنا الى مصطلحات متقدمه بالنسبه للجوده اللي نسمع عنها اليوم كواليتي اشورنس توتال كواليتي مانجمنت. كان في عندي كواليتي كنترول سابقا، يعني في عندي قسم مجموعه من الادوات والتكنيكس التولز اللي بنستخدمها في قياس الجوده، وكانت عمليه ديزاين منفصل عن اجراءات الجوده بالسابق، لكن الان اصبح في عمليه ربط كبير جدا بين عمليه تصميم المنتج واجراءات الجوده اللي ممكن نتخذها في اثناء عمليه انتاج وتقييم المنتج بالشكل النهائي اللي بنحصل عليه. فهذا الديفلوبمنت اللي حصل حصل نتيجه ان السوق اصبحت مفتوحه، محتاجين انه ننافس بقوه، تطلب من عندنا انه ننتقل لمصطلحات او اجراءات او ابروتش اكثر ملائمه لتحقيق الجوده. History of quality paradigms اللي هي النماذج اللي ممكن نتكلم عنها بالنسبه لما يخص الجوده. اولا كاستمر كرافت كواليتي paradigms. في هذا النوع من او الابروتش ديزاين اند بير ايتش برودكت فور بارتيكولار كاستمر. اذا كان عندنا عمليه التصميم للقناع على اساس كمانيه بالاساس على اساس الكاستمر، وبالتالي كيف احنا ممكن نوجد الكاركترستكس اللي تتماشى او تحقق رغبات المستهلك. بروديوسر نوز ذا كاستمر دايركتلي. اذا هنا كانت السوق عندي محدده او محدوده نسميها لبدنج، وفي علاقه كبيره بين من المنتج والمستهلك بحيث انه المستهلك ياخذ بالاعتبار ما هي رغبات المستهلك. لما ننتقل للماس برودكشن اند انسبكشن كواليتي باراميتر، اذا هنا بيكون عندي حجم انتاج كبير، تفكير دائما انه سعر المنتج يكون رخيص قليل مع الانتاج اللي هو بكميات كبيره، وبالتالي احنا نحتاج نعمل منتجاتنا او دفع المنتجات او عرض المنتجات في السوق
نحتاج انه نولد فيه مجموعه من الكاركترستكس او المستوى الليفل لناتج بالكواليتي بحيث يجعل المستهلك يتجه نحو هذا المنتج واللي هي نسميها ليميت تشويسز. ايش معناه نقصد الليميت تشويسز؟ معناته انا لما انزل المنتج هذا بالسوق حتى لو كان بطريقه انه منتج بال ماس كاستمايزيشن اللي هو يلبي رغبات المستهلكين حسب طلب الزبون ورغبته. فبالتالي عملت ليميتيشن لمال الزبون، الزبون هو من خلال الجوده الموجوده يروح على من؟ على هذا المنتج. كواليتي از ميتد باي انسبكتنج. دائما في عندي اجراءات لمعرفه الجوده الجوده بالنسبه للمنتج. وفي عندنا تولز وابروش اللي هي الستاتستيكال كواليتي كنترول او الكنترول شارت نسميها الاكسبتنس سيمبلنس، يعني في عندي مفاهيم لتقييم الجوده عندي في وفحص الجوده في المؤسسه. وبالتالي تعرف اذا كان في عندي المنتج ديفكتيف او نون ديفكتيف. توتال كواليتي مانجمنت او كاستمر درايفنج كواليتي. توتال كواليتي مانجمنت معناته ما عاد فيش عندي ليس محدد فقط لمسؤول عن الجوده، الريسبونسبيلتي اصبحت وايدر، كل شخص في المؤسسه حتى لو كان يقوم بعمل اداري هو ايضا جزء من منظومه الجوده داخل المؤسسه، وبالتالي كل الاكتيفيتيز اللي موجوده عندي في المصنع او في المؤسسه بشكل عام هي مسؤوله عن الجوده. صحيح هنا المشكله ايش اللي هتظهر هنا لما يكون كل الناس مسؤولين عن الجوده؟ اللي هو هذا ممكن انه تضيع المسؤوليه على من المسؤوليه في حاله انك كنت افكتيف، لكن توتال كواليتي مانجمنت ابروتش عمل لنا تحديد المسؤوليات بشكل واضح وحدد كيفيه التوزيع وبقى ايضا قسم عندي مسؤول عن كواليتي كنترول، لكن في الاخير كمؤسسه اللي هي اليوم احنا بنروح على السكس سيجما بالنسبه للفاريشنز تقييم الفاريشنز اللي هو نسميه ديزاين فور سيكس سيجما، يعني ان الفاريشنز عندي بيكون بليمتس صغيره جدا تقريبا نوصل الى ايه؟ زيرو زيرو ديفيت. التوجه انه انا عندي المنتجات تكون ما فيش اي منتجات يعني فهو كل التطور اللي حصل جاست ان تايم واللين مانيفاكشرنج وقضايا اخرى اللي هي لها علاقه بالجوده اصبحت ضمن ادارات الجوده الشامله. بوتنشال كاستمر ديترمينز وات ديزاين اند توب. اذا احنا بنروح نحدد من خلال المستهلك ايش المنتج هذا اللي هنعمل نصممه وكيف ممكن نبني الجوده داخل هذا المنتج. Higher quality will be obtained by preventing problems. علشان احقق مستوى جوده عاليه لازم يكون عندي تنبؤ ايش الفيلرز اللي ممكن تحصل في المنتج الديفكتس. كيف نقلل نعمل eliminating the errors والديفكت بشكل افضل. Need for a new strategy. اذا احتياج انا للاستراتيجيه الجديده في تقييم الجوده وفي بناء الجوده داخل المنتج بيعتمد على انه قلنا السوق اصبحت اوبن مفتوحه، الجلوباليزيشن اصبح عندي واضح، التصنيع ما عادش محصور في مكان معين، المنتجات سواء كانت في السوق اللي عندك او تودي منتجات لاسواق جديده محكومه بالمنافسه والتنوع على المنتجات اللي اصبحت. فالفوريان ماركتس هاف جراوند، اذا عندنا نمو بالاسواق بشكل كبير هذا يتطلب انه ننافس بشكل قوي. امبورت باريرز اند بريدكشنز ار نوت باريرز. اذا ما عاد فيش عندي الان عوائق امام عمليه التبادل التجاري وبالتالي اصبح عندي الجوده قضيه مهمه جدا علشان يحقق التنافس بالشكل المطلوب. كانسلرز ار اوفر مور تشويسز. الان امام المستهلك خيارات متاحه بالنسبه له، بالتالي لازم تحقق المنتج اللي عندك يحقق المنافسه اللي هي تقلل او تقلل المستهلك، وبالتالي علشان نحقق هذه انه كيف احنا نتغير مع تغير الزبون او كيف نعمل موديفيكيشن على المنتج ونحافظ على الجوده بحيث تلبي تغير الذوق المستمر بالنسبه لنا للمنتج والمستهلك طبعا. كانسلرز ار مور سوفيستيكيتد. اللي نقصد فيه انه الزبون دائما بيغير ذوقه بيغير رغبته وبالتالي انه احنا نواجه هذا التحدي من خلال عمليه التطوير المستمره للمنتج وبالتالي يكون عندي دائما
للنيو اند بيتر برودكتس. دائما التوجه من السالك انه يشوف المنتج الافضل، المنتج الجديد، واللي هو بيكون اداؤه افضل. كواليتي انجينيرنج نعرفها على انها اوبريشنال مانجريال اند انجينيرنج، اذا هي خليط من هذه الانشطه بالنسبه لهذا السبب، خليط من بعض البروسيس او الاكتيفيتيز اللي لها علاقه بشكل مباشر بالمنتج كان قبل او من خلال الاجراءات البروسيدر، وايضا اجراءات اداريه اللي هي كيف انا ادير عمليه الجوده، اتحكم بضبط الجوده في المصنع بشكل بس المسؤول عن الجوده وعلاقته بالاقسام الاخرى وبالاداره العليا في المؤسسه. That accompanies this to ensure that the quality characteristics of a product are the nominal or required levels. اذا دائما بنحقق انه بيكون عندي quality assurance قلنا منظومه نسميها منظومه توكيد الجوده، هي عباره عن مجموعه من البروسيدرز والاكتيفيتيز اللي بتكون عندي متبعه داخل المؤسسه بحيث نحقق الجوده المطلوبه. Why quality improvements؟ ليش احنا دائما بنعمل تطبيق تحسين للجوده؟ نعمل دراسات جانب يعني ننتقل للافضل، نعمل ديفلوبمنتس ناخذ بالاعتبار كيف ممكن نطور الجوده ايضا، كيف المنتج ممكن يحقق رغبات السبب. المعيار الاول اللي هو الجلوبال كومبتيشن في الاثنين، مشيت واضح من خلال السلايد السابق انه قلنا في عندي نمو في السوق وبالتالي في منافسه ايضا موجوده في السوق، محتاجين انه نحقق هذا الجانب من خلال تلبيه السوق واحتياجات السوق بالشكل بالاضافه الى انه اتباع اساليب الجوده يعمل على less reward الكوركشنز اكشنز. لما يكون عندي منتج معي احتاج انه اعمل له دوره تصنيع ثانيه اللي هي تحقيق او اصلاح الاعطاب اللي حصلت في المره الاولى. اذا اول هدف عندي انه نقلل الكوركشنز اكشنز بالنسبه للبرودكت. فيور ميستكس لما نتبع اسلوب جوده معناته انا حققت مستوى عيوب المنتجات المعيبه ضمن ليفلز اقل او محدود. في وات بليس لما المنتج عندي نكتشف انه كان في عيب يحتاج له وقت للاصلاح، اذا هذا ياخر عندي عمليه تسليم البضاعه او هي عمليه الديستربيوشن. اند بيتر يوز اوف تايم اند ماتيريالز العامل الرقمي، ليش لما انا عندي اداره جوده مضبوطه متبعه بشكل سليم الوقت هيكون عندي سيء، استخدامه المصدر استخدامه لهذا المصدر هيكون بشكل كفو، وايضا بالنسبه للماتيريال ما عندي ويست او سكراب، لانه في بعض المنتجات تطلع معيبه ومن الصعب ان انا اعيد يعني انتاجها مثلا، قد يكون تروح للسكراب وتطلع المنتجات بسعر اقل بمده او استخدامها الاخرى. In the United States, today 15 to 20% of the production costs are incurred in finding and correcting mistakes. إذن الجودة لا كلفة تقريبا من 15 إلى 20% بالنسبة للولايات المتحدة، هو يصب العملاء في سبيل إنه إحنا نقلل الأخطاء وندفت إلى أقل بنسبة. Quality Innovation الاجراءات الجودة بنصنفها الى اثنين، اما بريفنتف او رياكتف. البريفنتف ايش نقصد فيه؟ وقائي، اجراءات وقائيه. اما رياكتف عندي فعل ورد فعل. نسميه رياكتف. نشوف الاجراءات هذه بالنسبه للجوده، معناته هنا الشغل القادم. هنا يكون تركيزنا بشكل اساسي في عمليه التصميم. في التصميم احنا نبحث عن مستويات الجوده المطلوبه، كيف ممكن نحقق المواصفات اللي حددناها في المنتج، كيف ممكن نعمل اليمينيتنج لو في عندي بارتس بيحصل فيها انهيار بشكل سريع نشوف ايش الانهيارات المود اوف فيلرز اللي هيحصل عندي، انواع الانهيارات اللي هتحصل، كيف ممكن نقللها، تأثير هذا الانهيار على بقية الأجزاء الموجودة عندي، كيف ممكن نخلي الضرر والريسك يكون عندي محدود ليميتنج. إذا احنا عملية التصميم اللي بنعمله بنعمله ايش؟ بريفنتيف.
الكتب التكست بوك نشوف هذا الكلام، احنا الكلام هذا بنشوفه بنسميه اوف لاين كواليتي كنترول واون لاين كنترول. اوف لاين معناته انه انا اشتغل قبل ما هوش ميجرمنت على البروسيس اثناء عمليه الانتاج، وبالتالي اتبع بعض الاجراءات اللي هي ديزاين فور اكسبيرمنتس اللي هو عن فايلر اناليسيس، ان انا اعمل تحليل او سيميشن لانواع العيوب. وفي عندنا من الابروش المهمه اللي هي التايبوشي ابروش بالنسبه للربص ديزاين، لما نصمم منتج يكون كذا كفو تحت استخدام الظروف حتى لو تكون عندي خارجه عن المعتاد. في البرمنتيشن اللي عندنا اسلوب العشر هو التوتال كوالتي مانجمنت الى الجوده الشامله، واللي هو عباره عن انكوبريشنز اوف اشورنس كواليتي اي سي ان تيو، عباره عن ايش؟ كواليتي اشورنس، منظومه توكيد الجوده نسميها، هي اجراءات توكيد الجوده في المنتج. والكواليتي كنترول، كواليتي كنترول اجراءات الجوده الفحوصات اللي بنقوم فيها الاكتيفيتيز ان تو كومباني. اذا هي بيبقى عندي وايد سيستم اي ساتسفاين ذا كاستمر. اذا كل المؤسسه توتال كواليتي مانجمنت، كل الادارات، كل الاشخاص الموجودين بالمؤسسه هم في الاساس مسؤولين عن من؟ عن الجوده. ما عادش المسؤوليه مسؤوليه في قسم الجوده فقط بشكل محدد، الان كلنا لازم نساهم في ان تكون الجوده منظومه متكامله داخل المؤسسه، وبالتالي لما تكون الناس ثقافتهم داخل المؤسسه بهذا الاتجاه، اتجاه رفع مستويات الجوده، معناته انه يكون عندي مستوى انتاج بالشكل المطلوب اللي يلبي رغبات المستهلك. بعض المؤسسات بتعمل يوم تسميه زيرو ديفيت، حفله مفهوم نشاط في المؤسسه كامل بيكون موجه لهذا الاتجاه، انه احنا كيف ممكن نصل لهذا الابروش اللي هو عباره عن زيرو ديفيت، ما فيش عندي ولا منتج معي، بالتالي انا استخدمت الريسورسز بالشكل المطلوب وحققت رغبه المستهلك، وهذا يعمل لك براند نيم بالنسبه للشركه بالشكل المطلوب، قاعد استقطاب على المنتج بشكل افضل. شال اس بي سي مينز سبيسيفيك اس بي سي اللي هو الستاتستيكال بروسيس كنترولز، بيكون ايضا عمليه البروكتيف بريفنتيف كنترول. بالنسبه لكواليتي اشورنس هي عباره عن اجراء، كواليتي اشورنس معناته توكيل الجوده ومعناته اساليب بروسيدرز ستيبس خطوات اجراءات ممتلئات داخل الشركه حتى نضمن الجوده في المنتج. Actions to ensure products or services conforms to company requirements. وعندي تاني حسب المواصفات. بالنسبة للديتكشنز، خلاص أنا عندي منتج، أنا راح أعمل فحص. الحاب يقول لك أنا عندي أوبتيميرا إن أنا أصمم منتج يكون خالي من العيوب. الآن عندي منتج أصبح بالنسبة للديتكشن هذه عملية ميجرمنتس، انسبكشنز، فحص. وبالتالي مطلوب من عندي انه اروح اقيم الجوده الان اللي نسميها ايش؟ اونلاين. اونلاين كواليتي كنترول. وعندنا اساليب مختلفه للاونلاين كواليتي كنترول، هناخذ الاساليب نتكلم عن مجموعه منها بشكل لان الموضوع شويه متساع. اذا في عندنا الكواليتي كنترول، نقصد فيها الكنترول شارتس، الاجراءات اللي احنا ناخذ الديتا ميجرمنتس من البروسيس برودكشن بروسيس ونشوف الفاريشنز في المنتجات لاي مستوى، لان المواصفات المحدده اللي بنشتغل عليها او بنرجع نشوف ايش السبب اللي ادى الى خروج المنتج من خلال تفسيرنا الان للوحات الضبط اللي بنحتاجها، نسميها كنترول شارتس، لوحات ضبط الجوده المنشات، نرجع ناخذ الديتا خلال فترات محدده، نعمل ميجرمنتس مثلا الصباح الساعه 8 ناخذ تيست الساعه 11 ناخذ تيست باوقات مختلفه من العمل، وبالتالي ناخذ انديكيشنز عن طبيعه الانتاج، عن المنتج ليفلز للكواليتي للمنتج خلال وجبه العمل بالكامل، ونشوف اذا في عندنا خروج عن الجوده نرجع ندرس ما هي السبب. ودائما نريد ان نعرف ايش السبب ونكتشف هذا الايرورز بشكل مبكر بحيث نقلل من الكوست اللي ممكن تكون ناشئه عن وجود هكذا اخطاء. اذا الاوبريشنال تكنيكس تو ميك انسبكشنز مور افيشنت اند تو ريديوس ذا كوست اوف كواليتي.
انسبكشن اللي هي عمليه انسبكتور بس. اذا المرحله تقريبا احنا بنمشي من اسفل الى اعلى في عمليه التقييم بالنسبه للديتكشنز. دائما عاده